السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعتقد الكثير من الناس أن الرجل والمرأة يشتركان في مجموعة من الصفات إلى حد التشابه نوعا ما، إلا أن واقع الأمر يقول العكس، فالمرأة والرجل ينتميان إلى عالمين مختلفين، عالمين مختلفين، كل طرف يتميز بطبيعة خاصة عن الطرف الآخر. وللأسف الشديد أن الكثير من الناس يغفلون هذه الاختلافات، الشيء الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى الزيادة في مستوى المشاكل المطروحة، ويخلق كذلك التوترات، ويخلق كذلك الكثير من العوائق على مستوى العلاقات الزوجية. إذن في هذه الحلقة سنتعرف على طبيعة الرجل من جهة، وطبيعة المرأة كذلك من جهة أخرى. يقول الدكتور هوارد ماركمان، وهو مدير جامعة وينفر للدراسات الاجتماعية والأسرية والزوجية، يقول: إن عدم فهم الاختلافات الجنسية بين الزوجين هي أكبر المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق. وحتى نظهر اللبس ونتفادى المشاكل الأسرية، المشاكل الزوجية التي تؤدي إلى الزواج، دعونا نكتشف أهم الاختلافات الموجودة بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل. فأولى هذه الاختلافات إذن هو الاختلاف في القيم والاهتمامات. للرجل اهتمامات وقيم في الحياة تختلف على قيم واهتمامات المرأة. فنجد أن طبيعة الرجل أنه يقدر العمل ويقدر الجهد ويقدر الحركة، بينما المرأة تقدر التواصل وتقدر المشاعر وتقدر العلاقات الاجتماعية. هذا لأن الرجل خلق من الأرض مباشرة، والأرض تتميز بالخشونة وبالصلابة وبالقوة، بينما المرأة خلقت من ضلع الرجل من جهة قلبه، بمعنى أنها تهتم بالمشاعر وتهتم بالعلاقات الاجتماعية وتهتم كذلك بالتواصل. هذا ما يجعل طبيعة الرجل تختلف على طبيعة المرأة. فمخطئ الرجل الذي يعتقد أن المرأة نسخة طبق الأصل، بمعنى أنها تشبهه وتحب كما يحب، تتصور الأمور كما يتصورها، تفكر كما يفكر، إلى غير ذلك. والعكس صحيح، المرأة كذلك التي تعتقد أن الرجل هو نسختها الأصلية، يفكر كما تفكر، يحب كما تحب، يعمل كما تعمل، يحل المشكلات كما تحل المشكلات، إلى غير ذلك. هذا فيما يتعلق الاختلاف بين طبيعة المرأة في القيم والاهتمامات. دعونا الآن نمر إلى الاختلاف الثاني، والذي يتعلق بالاختلاف في التواصل. فحسب دراسة نفسية أجراها مجموعة من المختصين، استنتجوا أن المرأة تتحدث في اليوم 13,000 كلمة، 13,000 كلمة تتحدث في اليوم، بينما الرجل يتحدث فقط 8,000 كلمة. دابا غتشوفوا بأن عدد الكلمات يختلف بين الرجل والمرأة. لهذا نجد كثير في الكثير من الأحيان المرأة تتكلم كثيرا عكس الرجل، وهذا بطبيعة الحال ليس شيء سلبي، وإنما شيء فطري فيها، شيء فطري
تمارسه في حياتها العامة والزوجية خاصة. لكن كما قلت، عدم الوعي بهذا الأمر الفطري، عدم الوعي بهذه الأمور، يجعل بطبيعة الحال المشاكل ويعجل بالتوترات، كذلك يجعل العلاقة الزوجية على شفير من نار. وبالتالي فالمرأة سنكتشف فيما بعد كيف تحل مشكلاتها وكيف تتعامل مع المشاكل إن صح التعبير، حتى نتبين ونعطي لآدم، للرجل، مجموعة من المؤشرات التي تمكنه من أن يفهم المرأة. الاختلاف رقم 3، ويتعلق بالاختلاف في طريقة حل المشكلات. فأكيد المرأة ما كتفكرش بحالها بحال الرجل، أكيد لكل منه تفكير يميزه، بحيث أن نجد أن طبيعة الرجل وطبيعة تفكير الرجل تقوده إلى التفكير بصمت، بمعنى في الوقت فاش تكون عنده شي مشكلة ما كيبغيش أنه يفكر في المشكلة في مكان مثلا فيه ضجيج أو أمام الناس إلى غير ذلك، بحيث نجده أنه ينعزل ويأخذ وقته الكافي ليفكر. وصراحة عدم فهم المرأة لهذه الطبيعة، لطبيعة التفكير عند الرجل، تجعل منها طبيعة الحال تتصور أشياء كأن تقول له مثلا ما بغيتيش تهضر معايا وهكذا أهملتني إلى غير ذلك. لكن في حقيقة الأمر أن الرجل يفكر، هذه طبيعته، طبيعته أنه يفكر بصمت ويفكر بعزلة، اللهم إلا إذا واجه مشكلة كبيرة تحتاج إلى مساعدة أحد الأشخاص، حينئذ يهرع إلى طلب المساعدة. بينما المرأة طبيعة تفكيرها أنها تفكر عكس الرجل، لا تفكر بصمت، تفكر بصوت عالي، وهذا نجده في مجتمعاتنا وقد تلاحظونه حتى في حياتكم اليومية. مثلا المرأة عندما يكون عندها مشكل، صراحة لا تبحث عن حل المشكلة بالذات بقدر ما أنها تبحث إلى من ينصت لها، تبحث إلى من ينصت لها، بحيث أنه كان نجد أن المرأة تتكلم في بخصوص مشكلتها مع أي كان، مع أي كان، وفي كثير من الأحيان، بعض الأحيان في الحافلات، بعض الأحيان أمام التجمعات البشرية هكذا، بطبيعة الحال من طينتها من النساء، يكفي أن تتواصل معها، أن تقذف إليها بكلمة أو بأخرى، فتفتح لك قلبها وتشرع في الحديث وتشرع في الحكي عن مشكلتها. كذلك نجد أن المرأة، لأن كذلك نجد أن المرأة في طبيعة تفكيرها في طريقة حلها للمشكلات، أول شخص تفكر به عندما تواجهها مشكلة معينة هي زوجها بطبيعة الحال. علاش؟ لأنه معها في الدار، وبالتالي أول واحد كتفكر فيه أنها تعاود ليه هو الراجل ديالها. لكن للأسف الشديد الرجل لا يفهم طبيعة تفكير المرأة، فيلقي عليها باللوم وبقبيح الصفات، كان يقول مثلا أنت امرأة نكدية، في كثرة الهضرة، غير كتهضري كذا إلى غير ذلك. دونك هاد المسائل هادو كتخلي للأسف المرأة تتقوقع عن ذاتها ولا يحصل تواصل. وفي هذا الوقت هذا اللي ما غاش يحصل تواصل بطبيعة الحال، شنو غيكون؟ غيكون العقد النفسية تتراكم، وتلك العقد النفسية لا قدر الله هي التي تجعل العلاقة الزوجية متوترة، وبالتالي تزيد من حجم ومن نسبة ظهور مشاكل عديدة التي قد تؤدي كما قلت إلى الطلاق.
انتظرونا في الحلقة الثانية الجزء الثاني لنكمل هذه الاختلافات.